تعال اقول لك ازاي تفطر فطار جامد جدا جدا في المكان ده، يلا بينا. والمكان ده هو كورنيش المقطم. كورنيش المقطم معمول اصلا عشان انت تروح اصلا تتفرج على مصر كلها حرفيا بلا استثناء، والمنظر جامد جدا جدا. هتروح السيدة عائشة وتركب هناك من المواقف في اي حاجة راحة كورنيش المقطم، والاجرة هتبقى عاملة 3.5 جنيه او تقريبا 3.25 جنيه يعني حاجة زي كده. وانت ماشي بقى تشوف بقى المقطم بقى والصخرة بقى كده ومكسور كده يعني، وتقول له نزلني عند الصينية. الصينية دي هتبقى فيها زي صينية كده زميلي وفي ايه كرة كده من فوق، وهناك بقى الشارع مليان الاكل كل اللي انت عايزه، بيتزا هات، بص كل حاجة انت ممكن تتخيلها هناك. بس احنا قلنا نجيب من جاد عشان يعني نفطر كده ونشبع، والمنيو بتاعه كان ظريف جدا وجميل وحلو يعني. وجبنا من هناك حاجه اسمها عرض رمضان بتاع جاد، ولكن ده مش ريفيو لجاد اصلا، احنا بس بنقول هتعمل ايه. بعد كده تمشي يا زميلي لحد كورنيش المقطم وتختار اي مكان انت عايزه. وده كان الاكل كان ب 85 جنيه، كان حاجات كتيره جدا جدا يعني. ولكن لو انتوا عايزين ريفيو بقى عن جاد ده فيديو تاني اكتبوا لي تحت في الكومنت يعني. ويا زميلي بتجيب الفطار بتاعك وبتجيب بقى الصوبيا بقى والتمر والكلام ده يا زميلي بقى، وانت قاعد يا زميلي ايه على المقطم كده، وتتفرج بقى يا زميلي على الغروب او بعد ما تاكل كده تتفرج بقى كده يا زميلي على الغروب بقى الجامد جدا جدا ده. بص بص الجمال والحلاوه، يا الله يا الله يا جدعان. تفضل قاعد بقى يا زميلي لحد بالليل بقى حكاويك يا زميلي بقى ونمك، وبص عيش حياتك. وهتشرب اي حاجه من هناك، لازم طبعا تشرب اي حاجه من هناك. في هناك نسكافيه، في هناك حاجات حلوه، في حاجات ساقعه، بص كل حاجه ممكن تتخيلها هناك يعني، ولكن مشروباته جدا يعني. ولكن انا حاسس ان انا ناسي حاجه وهي السعر. تعالوا اقول لكم بقى السعر هنا عامل ازاي. بص يا زميلي اي كورس انت هتاخده هو ب 10 جنيه اي كورس، لو انت مش هتشرب اي حاجه فهو ب 10 جنيه، ولكن لو انت شربت حاجه هيبقى ب 15 جنيه. واقعد يا زميلي الوقت اللي انت عايزه وخد كمان الكورس معاك وانت ماشي. ده كده عظمه قوي، ده كده عظمه قوي. وتصور بقى يا زميلي بقى الصور اللي انت عايزها بقى يا زميلي كلها بقى. بص يا زميلي المكان كله معاك ومش هيقول لك اي حاجه، بتشرب المشروب اللي انت عايزه اللي ب 15 جنيه، ولو مش عايز تشرب تدفع 10 جنيه بس على الكرسي، وبراحتك اعمل اللي انت عايزه بعد كده. واه حاجه مهمه جدا جدا نسيت اقولها لكم، ان المكان اللي احنا قعدنا فيه كان مكان عادي يعني، اللي هو فيه بس كافيتيريا كده على جنب، ودي الاسعار بتاعت الكافيتيريا. ولكن وانت ماشي بقى بيبقى فيه بقى حاجات زي كافيهات بقى هناك وخيم رمضانيه وكده يعني، ولكن ده هتتعور في السعر شويه. فعلشان ما تروحش وتلاقي نفسك انت اتدبست ودخلت في مكان يقول لك القعده بقى ب 150 الف جنيه والكلام ده، انا بتكلم في المكان العادي خالص اللي هو بيبقى فيه بس كافيتيريا ليس الا. ولكن لو انت عايز تدخل بقى اجواء رمضانيه بقى وكافيه بقى هناك والكلام ده، وبرده هناك برده على الكورنيش بتاع المقطم، ولكن هتدفع ايه حبه حلوين جدا وهيستقردوك يعني. فابقى خلي بالك شوف انت عايز ده ولا عايز ده. وبالمره عشان ما حدش يستغلك يا زميلي روح اعمل لي فولو على انستغرام. وبس بقى انا كده قلت لك ازاي تفطر فطار جامد جدا جدا على الفيو جامد جدا جدا ده. لو عجبك الفيديو لايك وشير وسبسكرايب عشان نوصل ل 100 الف. وكالعاده دوس يا كوتش، سلام عليكم.